باسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل عين نعمته ورحمته وبركته إلى أبد الأبدين ولدهر الدهرين كلها أمين. بنجاوب على أسئلة من يسألون على الكتاب المقدس، وإحنا بنجاوب على الأسئلة حول سفر صموئيل الثاني، والنهاردة الحلقة 15. وحابب أجاوب سؤال في غاية الأهمية لنا كلنا، اللي هو إغواء داود، حول إغواء داود. في سفر صموئيل الثاني آخر أصحاح، أصحاح 24 عدد الأول، كتاب مقدس بيقول لنا: وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فهاج عليهم داود قائلا: أمضي واحصي إسرائيل ويهوذا. وفي سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 21 ومن العدد الأول: وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل، فقال داود ليؤاب ورؤساء الشعب: اذهبوا عدوا إسرائيل من بئر صبع إلى دان وائتوا إلي فأعلم عددهم. ده السؤال بتاع أخواتنا: مين اللي أغوى داود؟ هو ربنا اللي أغواه ولا شيطان اللي أغواه؟ وأنا هجاوب على السؤال بتاعهم من خلال الكتاب المقدس ومن خلال المفهوم اللي نفهمه كلنا كمسيحيين حول هذا الموضوع. حابب الأول الحقيقة بس أشير إلى حاجة في غاية الأهمية، على أن الآباء اتكلموا على التجربة أو التجارب، وليه هناك في تجارب. أنا هتكلم بعد كده على الكتاب المقدس في كل الأمور وكل النواحي هتكلم معاكم فيها، بس حابب بس أشير إلى هذه الجزئية لإلا حد من إخواتنا يفتكروا أنهم عشان هم اللي سألوا فإحنا بنجيب حاجة من عندنا. في كتاب من القرن الرابع واسمه مناظرات يوحنا كاسيان مع مشاهير أباء البرية، بيتكلم مع أب من أباء وبيسأله على التجارب. لماذا يسمح الله بالتجربة؟ هي دي تجربة سمح بها الله. وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فهاج عليهم داود، فهنا سمح من الله لداود أنه يعد الشعب. طبعا كانت الشيطان من أشار على داود بكده، وداود قام عد الشعب لكن بسماح من ربنا. فالأباء اتكلموا لماذا يسمح الله بالتجربة أو بيسمح الله بالتجارب. اتكلم الأباء على بالنسبة للأبرار، الناس الكويسين، فيه الله بيسمح ليهم لثلاث حاجات، وبعد كده اتكلموا كمان في حاجتين كمان تاني زيادة. فبيقولوا الآباء بيقولنا غالبا لأجل اختبارهم، اختبار القديسين دول أو أولاد ربنا، غالبا لأجل اختبارهم أو بيسموه الآباء تزكيتهم. الحاجة التانية بيقولوا أحيانا لأجل إصلاحهم، يعني إما الاختبار أو التزكية أو الإصلاح. وفي حاجة تالتة قالوا وبعض الحالات بسبب خطاياهم، بسبب خطاياهم. والآباء ضربوا أمثلة لهذه الأنواع التلاتة ونوعين كمان تانيين. فبيقول من أجل اختبارهم كما نقرأ على الطباويين إبراهيم وأيوب وكثير من القديسين الذي تحملوا تجارب بلا حصر. فهنا من أجل الاختبار، من أجل أن هم تزكيتهم وصقل هذا الإيمان واكتساب حاجات هم ما كانوش يكتسبوها لو مر بالظروف العادية. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية قال الآباء من أجل الإصلاح، من أجل الإصلاح. والآباء قالوا كده: وذلك عندما يؤدب أبراره من أجل خطاياهم البسيطة أو الخطايا بيسموها اللا إرادية أو الهفوات، ولكي ما يسمو بهم إلى حال أعظم من النقاء، منقيا إياهم من الأفكار الدنسة. وكذلك كقول الكتاب في مزمور 34 عدد 19: كثيرة هي بلايا الصديقين، كثيرة هي بلايا الصديقين. وفي سفر العبرانيين أصحاح 12 من عدد 5 إلى عدد 8 بيقول الكتاب المقدس: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك،
لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن ليقبله. فأي ابن لا يؤدبه أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول، يعني أولاد غير شرعيين لا بنون. دي رسالة العبرانيين أصحاح 12 من عدد 5 لعدد 8. فهنا بيتكلم عن من أجل الإصلاح، يعني الله بيسمح للإصلاح، يعني بيسمح بهذه التجارب لإصلاح أولاده. وفي سفر الرؤيا بيتكلم الكتاب المقدس في رؤيا 3 على 19 إن كل من أحبه أوبخه وأدبه، كل من أحبه أوبخه وأدبه. يعني مش معنى لما أشوف واحد إن في تجربة هو فيها إن معناه إن هو ده غضب من ربنا عليه أو حاجة من ذلك، لا، ده الله أحيانا بيسمح بهذه التجارب زي ما احنا شفنا، إما للتزكية أو للإصلاح أو في بعض زلات هو أو حاجات لا إرادية فعلها، فالله بيسمح لي بهذه الأمور لكي ما يتوب ويرجع. وفي النهاية إن كل ما يسمح بها الله هو لمصلحة البشرية ومصلحة الإنسان. وبيكمل الكتاب المقدس في سفر المزامير مزمور 26 على 2، وداود بيصلي من أجل عطية التطهير قائلا، يعني رب داود نفسه كده، جربني يا رب وامتحني صف كليتاي وقلبي، جربني يا رب وامتحني صف كليتاي وقلبي، يعني بيطلب هو نفسه هذا الامتحان أو هذا التطهير يعني. وفي سفر أرمية أصحاح 10 على 24 بيقول النبي أدبني الرب، أدبني يا رب ولكن بالحق لا بغضبك، يعني أدبني يا رب بالحق لا بغضبك، يعني تأديب ربنا بالحق من أجل أن هو يطهره، من أجل أن هو ينقيه، من أجل أن هو يصلحه، من أجل أن هو يزكيه. دي الحاجات اللي الآباء أشاروا إليها القديسين في الكتاب المقدس، وطبعا كمان في سفر أشعياء صح 12 عدد الأول، أحمدك يا رب لأنه إذا غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني، ارتد غضبك فتعزيني. فمش معنى كده ان كل التجارب اللي يسمح بها ربنا انها بتكون حاجات مش كويسة على الانسان، لا، زي ما احنا شفنا دلوقتي ثلاث حاجات مهمين وفي غاية الاهمية لينا، لاجل اختبارهم او تزكيتهم، الحاجة التانية من اجل اصلاحهم، الحاجة التالتة بسبب الهفوات والخطايا اللا ارادية. واشار الاباء الى حاجتين كمان تانيين التجارب ليها ربنا بيسمح بيها قبل ما ارجع اكمل على اخوة داود. في رقم 4 ان الله بيسمح ببعض التجارب كعقاب من اجل الخطية، كعقاب من اجل الخطية. ده مش حد من القديسين او الاباء المعاصرين لنا هم اللي بيتكلموا عن كده، لا، ده الاباء في القرن الرابع من أشاروا إلى هذا. قلت لكم الكتاب اللي أنا مقتطع منه أو مقتطف منه هذه الجزئيات اللي هو كتاب مناظرات يوحنا كاسيان، ده في القرن الرابع. فبيقول القديس تيودور اللي هو صاحب هذه المناظرة مع يوحنا كاسيان، بيقول له كعقاب من أجل الخطية، كعقاب من أجل الخطية، وبيتكلم على كده في أكثر من موضع في الكتاب المقدس. على سبيل المثال في سفر التثنية أصحاح 32 عدد 24 لما هدد الله بأن يرسل ليهم أوباء على بني إسرائيل لشرهم، فأرسل فيهم أنياب الوحوش مع حماد زواحف الأرض، ده كان عقاب على خطاياهم. وفي سفر المزامير مزمور 32 عدد 10 الكتاب المقدس بيقول كثيرة هي نكبات الشرير، كثيرة هي نكبات الشرير. وفي إنجيل معلمنا يوحنا صح 5 من عدد 14 في قصة المولود أعمى، ربنا له كل مجد بيقول المولود أعمى أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لإلا يكون لك أشر، أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لإلا يكون لك أشر. ف
كل هذه الأمور توضح أن قد يعاقب أو قد تكون التجربة أو التي يسمح بها الله كنوع من العقاب على أنواع الخطايا. ده رقم أربعة. رقم خمسة، في الكتاب المقدس بيتكلم عنها أيضا، ليه بيسمح الله بمثل هذه التجارب. في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 9 من عدد 3، لما بيسأله رب المجد أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ معلش، أصحاح 5 دي مش قصة المولود أعمى، قصة المولود أعمى في أصحاح 9. بيقول لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. فأحيانا بيسمح الله بمثل هذه التجارب أو مثل هذه الأمور لكي ما يبين مجد الله وإظهار عمل الله من خلال هذا العمل. وإنجيل معلمنا يوحنا صح 11 من عدد 4، لما بيتكلم على مرض العازر قال لهم هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به، يتمجد ابن الله به. دي النوع الرابع من التجارب، ليه الله بيسمح بالتجارب. النوع الخامس، الآباء أشاروا، أو النوع السادس الآباء أشاروا إليها، اللي هي أنواع أخرى للنقمات التي يبتلي بها الذين يغفلون ربطات الشر في حياتهم، اللي هو واحد شرير. ونقرأ كده عن قورح وداسان وإبرام، سمح الله لهم بالعقاب، وعن الأشرار اللي هم قال عنهم الكتاب أسلمهم الله إلى أهواء الهوان وإلى ذهن مرفوض. وبتكلم عنهم في الكتاب المقدس في حاجات كتيرة كمان، في أفسس 4 من عدد 19 بيقول كده هم قد فقدوا الحس، أسلموا أنفسهم للدعارة لأعمالوا كل نجاسة في الطمع وبقساوة قلوبهم، وسمح الله ليهم بمثل هذه الأمور. وفي سفر عاموس 4:11 وأرمية 15:7 وأرمية 5:3 وأرمية 6:29 وإلى آخر مثل هذه الأمور، وحزقيال 24:11-13 وحزقيال 16:42. فهنا دول 6 أنواع بيسمح الله بالتجارب للإنسان. زي ما احنا شفنا في 3 مهمين في الأول، اللي هي من أجل التزكية، والحاجة الثانية من أجل الإصلاح، الحاجة الثانية من أجل الإصلاح، حاجة الثالثة بسبب خطاياهم، الحاجة الرابعة كعقاب من أجل خطايا البشر، الحاجة الخامسة أن الله بيسمح بهذه الأمور لإظهار مجده، الحاجة الأخيرة رقم 6 اللي هي كنوع من العقاب أو النقمة للأشرار. ده 6 أنواع الآباء اتكلموا عنها، وبالتفصيل من القرن الرابع على لماذا يسمح الله بالتجارب. أرجع مرة أخرى إلى داود، من أغوى داود؟ الحقيقة الكتاب المقدس لما نرجع مرة تانية أن داود اتبع هواه واستجاب للفكر الشرير، والله سمح لأن الله ضابط الكل أو ضابط الكون. فالله اللي ضابط الكل أو ضابط الكون هو بيسمح بمثل هذه الأمور أنها تحدث، لأنها زي ما قال الكتاب كده ليست بلية إلا والله صنعها، يعني الله سمح بيها. وهنشوف دلوقتي مفهوم التجربة معناها إيه، مفهوم التجربة معناها إيه. ببساطة شديدة أوي، الله هو النور. فلما يكون الله سامح بحاجة تانية، هو سامح بأن هو النور بتاعه لا يظهر في حياة هؤلاء الناس، فيظهر على طول ظلمة الخطية في الآخرين. والنتيجة اللي توصل إليها أو اللي كان داود بيفكر فيها، داود كان بيفكر
ازاي ان هو يعتمد على قوته، يعتمد على ذاته، في وقت ان هو كان داود في كل حياته داود كان ماشي مع ربنا، وداود كان بيتكلم مع الله، وداود كان حياته مع ربنا كلها حياة قداسة وحياة نقية وحياة مليانة نقاوة ومش مليانة أي حاجة تانية غير النقاوة. وكان بيستشير ربنا في أمور كثيرة. صحيح وقع داود في خطايا احنا اتكلمنا عنها، لكن كان في كل الأمور بيستشير ربنا. في هذا الأمر لم يستشر داود ربنا، لم يستشر داود ربنا. عشان كده لما هنشوف بعد كده في سفر صموئيل الثاني صح 24 من عدد 1 لعدد 13 هنقدر نشوف هو ليه فكر في كده داود. بيقول كده: وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فهاج عليهم داود قال: امضي وأحصي إسرائيل ويهوذا. فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده: طفي جميع أسباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع وعد الشعب فأعلم عدد الشعب. فقال يؤاب الملك: ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم 100 ضعف. وعين سيد الملك نظرتان، ولكن لماذا يصر سيد الملك بهذا الأمر؟ يعني رئيس الجيش بتاعه لم يستسيغ هذا الأمر من داود، يعني كان كنوع وصوت منبه لداود. فاشتد كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش، فخرج يؤاب ورؤساء الجيش من عند الملك لعد الشعب أي إسرائيل. فعبروا الأردن ونزلوا في عروعير عن يمين المدينة التي في وسط وادي جاد واتجاه يعزير، وأتوا إلى جلعاد وإلى أرض تحتيم إلى حد شيء، ثم أتوا إلى دان يعن واستداروا إلى صيدون، ثم أتوا إلى حصن صور وجميع مدن الحويين والكنعانيين، ثم خرجوا إلى جنوبي يهوذا إلى بئر سب وطافوا كل الأرض، وجاءوا في نهاية 29 يوما إلى أورشليم. فدفع يؤاب جملة عدد الشعب إلى الملك، فكان إسرائيل 800,000 رجل ذو بأس مستل السيف، ورجال يهوذا 500,000 رجل. هنا داود أراد أن كان اتكاله على الله، ووقت ما كان شاول بيطرده كان بيهرب منه ويتكل على ربنا، وشفنا الكلام ده لما اختبى في المغارة ويوم أن طرده شاول، وكان اتكال على ربنا وربنا كان معاه وكان حافظه. هنا أراد أن يتكل على نوع آخر اللي هو القوة البشرية، القوة البشرية. فكان هنا الأمر ده العمل داود لم يكن أمر من قبل ربنا، لكن كان بسماح من ربنا عشان يعلمه كيف يتكل على الله. وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب فقال داود للرب: قد أخطأت جدا فيما فعلت، والآن يا رب أزل اسم عبدك لأن حمقت جدا. ولما قام داود صباحا كان كلام الرب إلى جاد النبي رأي داود قائلا. فهنا ده اللي عمله داود. داود بفعلته هذه حب يتكل على ذاته، حب يتكل على قوته، حب يتكل على القوة البشرية وليس الاتكال على الرب. والرب قال كده: ملعون كل من يتكل على ذراع بشري وعلى الرب يحيد قلبه. فدي حاجة. وعشان كده لما ربنا أتى بكلام جاد الرأي ليه وحب داود، بعد ما داود ندم من جواه وربنا اتكلم معاه، حب داود كده يعني يسمع ربنا عايز منه ايه. وكان عندما عرض عليه العقوبة اختار داود ان يقع في يد الرب ولا يقع في يد اخر، ليقع في يد اخر. دي اللي قاله داود لجاد. فقال كده: ولما قام داود صباحا كان كلام الرب إلى جاد النبي رأي داود قائلا: اذهب وقل لداود هكذا قال الرب: 3 أنا عارض عليك، فاختار لنفسك
واحدا منها فافعله بك. فاتى جاد الى داود واخبره وقال له قال له يا جاد ربنا قال لجاد روح هتعرض على داود 3 حاجات. وداود هنشوف دلوقتي اختار الحاجه اللي هي يعني في ايد ربنا في مراحم ربنا وليس في يد بشر. فقال له كده 3 عارض عليك، فاختار لنفسك واحدا منها فافعله بك. فاتى جاد الى داود واخبره وقال له اتاتي عليك 7 سنين جوع في ارضك، 7 سنين جوع في ارضك، ام تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام وباء في أرضك، 3 أيام وباء في أرضك. فالآن أعرف وأنظر ماذا أرد جوابا على مرسلي، يعني لربنا، يعني طبعا ربنا عارف كل حاجة. فقال داود لجاد قد ضاق بالأمر جدا، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى المعاد، فمات من الشعب من دان إلى بئر سبع 70,000 رجل. وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها، فندم الرب على الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى الآن رد يدك. وكان ملاك الرب عند بيدر أرونا اليبوسي، هتكلم على يرون اليبوسي مرة في مرة تانية. فكلم داود الرب عندما رأى الملاك الضارب الشعب وقال هانا أخطأت وأنا أذنبت، أما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ فلتكن يدك علي وعلى بيت أبي. رجع داود إلى قلبه مرة أخرى. فهنا 3 حاجات عرضها ربنا على داود، وداود اختار هذا الأمر. فهنا فعلا لما نيجي مرة أخرى من أغوى داود، داود باتكاله على قدرته البشرية وعلى ذراعه البشري سمع لشوط الشيطان. طبعا الله سمح بهذه الأمور، والله سمح أنه يحدث هذا، لأن الله هو الخالق، هو ضابط الكل، هو الراعي، هو كل شيء. بس مش معنى سماح ربنا بحاجة أن هو ربنا هو اللي عملها، لا، الله لا يتدخل في إلغاء حرية الإنسان أو إرادة الإنسان. كل واحد فينا بيعمل اللي عايز يعمله من غير ما حد ما يتدخل في حياته، من غير ما حد ما يقول له أنت عملت كده ولا أنت ما عملتش كده. لكن كل واحد بيعمل الحاجة اللي من جواه، كل واحد بيعمل الأمور اللي بتناسبه، عشان لما الله يأتي في مجيئه الثاني ليدين كل واحد ويعطي كل واحد كما يكون عمله، ما يبقاش أكبر حد يعمل حاجة وبيعاقب عليها. لا، الله ترك حرية الإرادة لكل إنسان. أرجع مرة أخرى ونشوف هذه الأمور، ونرجع مرة تانية للكتاب المقدس. وعاد في حمية غضب الرب على إسرائيل، فهاج عليهم داود قائلا امضوا احصي إسرائيل ويهوذا، زي ما موجود في سفر صموئيل الثاني أصحاح 24 من عدد الأول. فلما نيجي بقية الكتاب المقدس، زي ما أنا حطيت لكم الآيات في البداية، لماذا يسمح الله بالتجارب؟ لتزكية الإيمان أو لإصلاح الإنسان، أو قد يكون لتنبيه الإنسان على خطايا عملها بدون إرادته، أو سموها الخطايا اللا إرادية، أو قد يكون عقاب لإنسان ما على خطية هو عملها، زي ما بيعاقب الله الأشرار، أو قد يكون أن الله يريد أن يظهر مجده لهؤلاء الناس في الأمور اللي أنا ذكرتها في البداية. وأرجع مرة أخرى، ولما نيجي نحط ما هو موجود على سبيل المثال في رسالة معلمنا يعقوب الأصحاح الأول من عدد 11، الكتاب المقدس يقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، إنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. لا يقول أحد إذا جرب أنه أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. هنا بيتكلم على الخطية، الإنسان اللي يفعل الخطية. فلما واحد يقع في خطية وما يقولش ربنا وقعني فيها، لا، الله غير مجرب بشهور، الله
قدوس بلا عيب لم يجرب الخطية أو لم يفعل الخطية ولم يوجد في فمه غش. دي في رسالة القديس يعقوب الأصحاح الأول من عدد 12 عدد 15. فدي أول حاجة اللي هو الدخول في الخطية أو في أو الإنسان اللي هو نتيجة الخطية. ليه الكلام ده؟ الخطية هي ظلمة، فمعنى الإنسان اختار الظلمة معناه أنه هو ترك النور، والنور هو الله، والنور هو الله. فالإنسان ترك النور، ترك الله، فعايش في الظلمة، عايش في الظلمة. فلما يجي واحد يبقى عايش في الظلمة وعايش في الخطية ما يقولش هو ربنا هو اللي معيشني وربنا هو وقعني في الخطية. لا، الله لا يجرب أحد. دي مفهوم التجربة اللي اتكلم عنها في رسالة يعقوب. في إنجيل معلمنا متى لما بيتكلم على المجرب اللي راح يجرب السيد المسيح له كل المجد، فيقول: فتقدم إليه المجرب وقال: إن كنت ابن الله فقل أن تسير هذه الحجارة خبزا. المسيح أخذ جسد إنساني كامل زي وزيك، لكن الفرق بيننا وبين المسيح وبيننا أن المسيح لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه غش، ما وقعش في الخطية. إحنا كلنا إن كنا بلا خطيئة نضل أنفسنا وليس الحق فينا. الجميع زافوا وفسدوا معه وعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. فهنا الجميع تحت الخطيئة، الجميع سقطوا في الخطيئة، لكن السيد المسيح لا كل من لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه غش. دي حاجة. عشان كده لما جه المجرب يجربه لم يسقط في الخطيئة، بل أعطانا كيفية النصرة على الخطية، أعطانا كيفية النصرة على الخطية. وبيكمل الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي أصحاح 3 من عدد 5، بيقول: من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. المجرب اللي هو جاي يجربهم وهم يبعدوا عن الرسالة أو الكراز التي كرز بها بولس الرسول ليهم. فبولس الرسول كرز لهم بالحياة الأبدية، وكرز لهم بملكوت السماوات، وكرز لهم بكيف يسلكون كحكماء وليس كجهلاء. فبالتالي لما قال كده: أنا من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم لعل المجرب يكون قد جربكم. فهنا لئلا يكون جربكم بالبعد عن الوصية والبعد عن المسيح. دي مفهوم برضو كمان لكلمة التجربة، مش بس التجربة بس اللي احنا البعض يعرفها، لا، ليها اكتر من معنى وليها اكتر من مغزى في الكتاب المقدس. في سفر اشعياء اصحاح 45 عدد 7 بيتكلم على الأمور دي بأكثر وضوح. بيقول كده: مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. طب دي معناها إيه بقى؟ معناها أن الله هو النور. يعني خالق الظلمة؟ يعني الله عندما لا يكون الله في حياة هؤلاء الناس فبالتالي تصير حياتهم ظلمة. يترك الله الإنسان لشهواته فيصير هنا في ظلمة. يصير هنا الله الذي صانع السلام لحل السلام الله في قلوبكم ومن ثمار الروح القدس محبة فرح سلام، دي من سكن الروح القدس فينا. عندما يسقط الإنسان أو يتجه الإنسان للسقوط في الخطية يتركه السلام فيعيش هنا في عدم سلام، في الشر. أو يتركه النور فيعيش في الظلمة. ما هي الظلمة؟ عدم وجود نور. يعني بعد شوية الظلمة هتظلم، معناها ايه؟ مفيش نور. تروح بالظبط كده انت مولع لمبة، اول ما ولعت اللمبة النور نور فالظلمة تمشي. حيثما توجد الخطية حينئذ ليس هناك قداسة، حيثما توجد الظلمة ليس هناك نور. لكن عندما يكون النور تتبدد الظلمة، وعندما يكون القداسة لا توجد خطية ولا يوجد شر.
ده بالظبط كده ببساطة شديدة قوي. فكون داود فكر ان هو يعد للشعب، الله تركه لإرادته وتركه لمشيئته، لإرادة داود الشخصية ومشيئة داود الشخصية. هو عايز يعد الشعب ليه؟ هو حب يتكل على حاجة غير اتكاله على ربنا. أنا بتكلم معاكم من خلال الكتاب المقدس، ودينا احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة. وفي البداية اتكلمت على لماذا يسمح الله بمثل هذه التجارب، عشان بس نفهم من أخوة داود ونرد على سؤال بتاع أخواننا. فهنا غياب النور يكون ظلمة، غياب سلام الرب يكون شر. فقبل أن يجرب المجرب أحد، لابد أن يكون أولا بسماح من الله، كما حدث في قصة أبوين الأولين آدم وحواء، وتجارب كثيرة زي ما نشوف بعد كده سمح بها الله لأولاده. ويمكن المثل الكبير أو الواضح هي قصة أيوب سماح الله بالتجربة لأيوب. في سفر أيوب الأصحاح الأول من عدد 7 بيتكلم الكتاب المقدس على سماح الله بالتجربة لأيوب. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلب على عبد أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقى الله ويحيد عن الشر. فأجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية، بركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له، فأنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. من قصة أيوب نفهم أن مفيش حاجة بتحصل إلا بسماح من ربنا. ربنا هو مش بيجيب لنا الشر، لكن الله بيسمح بهذه الأمور لتزكية إيماننا، الله بيسمح بهذه الأمور لإصلاحنا، الله بيسمح هذه الأمور كنوع من التنبيه على الغفلة للخطايا اللا إرادية التي بنقع فيها. الله بيسمح بهذه الأمور كنوع من للناس ان هو ضابط الكل، وان هو ضابط الكون كله، ان هو الخالق، هو في يده كل شيء. لما بيسمح بالعقاب للاخرين، والخطيه في حد ذاتها تحمل نوع من العقاب، الخطيه في حد ذاتها تحمل نوع من العقاب. دي بس حبيت بس وانا بتكلم عشان توضح الامور بتاعة الشبهات بتاعة من أغوى داود. فهنا الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيء بدون سماح ربنا ليه، ولكن إرادة ربنا لنا مثلا أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون، ده إرادة ربنا. لكن مش كل الناس بيخلصوا، ومش كل الناس بيعرف الحق، بدليل ان في ناس كتير بتروح الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته، زي ما قال في الكتاب المقدس. الحاجة المهمة التانية اللي عايزين كمان نشوفها، ان الله في بما انه كلي القداسة وكلي الصلاح وكلي الخير، هو كل حاجة عايز يعملها خير للإنسان. الإنسان هو اللي مش عايز هذا الخير، أو مش الكل يعني، البعض لا يريد هذا الخير. لما نيجي في رسالة روميا أصحاح 8 من عدد 28 بيقول الكتاب: هذا القول الحلو، نحن نعلم أن كل أشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. كل أشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. فهنا الله يريد الخير للكل. أما خطة الشيطان زي ما كان ربنا عايز لأيوب، أما خطة الشيطان لا، هو حاجة تانية، والله بيسمح بيها لأنه هو ضابط الكل. مش الشيطان هو بيجيب لك الحاجة دي من عنده دون سماح من الله، فبيكون سماح من ربنا عندما يقبل الإنسان هذا الأمر من الله. عندما يقبل الإنسان هذه التجربة كأنها بسماح من الله،
وده فعلا بسماح ربنا هنا هيتزكى هذا الانسان ويحقق الهدف من الذي اراده الله لهذا الانسان. فخطه الله دائما هي الخير للذين يحبون الله، كل اشياء تعمل معا الخير الذين يحبون الله، دي خطه ربنا. وان الله يريد ان جميع الناس يقبلوا يخلصون ولا معرفه الحق يقبلون. اما خطه الشيطان فهي دائما هدفها شرير، وهدفها دائما بيشتكي على اولاد ربنا، زي ما احنا شفنا في قصه ايوب الاصحاح الاول. نقرا ايضا كمان في سفر الرؤيا اصحاح 12 من عدد 10، بيقول لنا الكتاب المقدس: وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لانه قد طرح المشتكي على اخوتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا. نهارا وليلا، المشتكي اللي هو الشيطان، هو بيشتكي زي ما حصل في قصه ايوب. الكتاب المقدس في وحده واحده متناغمه مع بعض، بيكمل بعض، ما بناخدش حته من الكتاب ونطلع بيها وبتعليم، لا، انا زي ما تعودنا مع بعض احنا بنخلي الكتاب المقدس كله يجاوب بعضه. السؤال اللي بيسأله البعض بنجيب بقية الكتاب المقدس ونحط الكتاب جنب بعضه عشان نخرج بهذا التعليم. فما يريده الشيطان وما يريد ان يفعله الشيطان، هو يريد ان يوقع الكل في الخطية عشان يبعد الناس عن ربنا ويبعد الناس عن ملكوت السماوات. ده اللي حصل بالظبط عندما اغوى داود بعد الشعب، يكشف هنا على عدة شهوات في قلب داود، ان هو حب يتكل على قوته، حب يتكل على الجيش، حب يتكل على حاجة تانية خالص. وكان في داخل في الخطة ان الشيطان يريد ان الله ينتقم من داود، لانه عارف ان ربنا لا يحب الشر ولا يحب الخطية. الله يحب الخاطي ان يرجع ويتوب، الله يحب الخاطي ان يرجع ويتوب، لكن الله لا يحب الخطية لانه قدوس وبلا عيب. الله نور، فحيثما يوجد نور ليس هناك ظلمة. الخطية هي ظلمة، الخطية هي ظلمة ببساطة شديدة قوي زي ما اتكلمت مع حضراتكم. ارجع مرة تانية في الكتاب المقدس وفي حياة داود، ان داود كان حياته بيتكل على ربنا، وعندما يرى شر امامه او حاجة فبيتكل بيفتكر ربنا اللي قواه وربنا اللي شدده وربنا اللي اختاره. لكن هنا كان في حاجة تانية في داخل داود، ان هو حب بس كده يتكل او يفتكر ان هو بقوته ومن قوة الجيش يقدر هو يعني يستند ان اصبح قوي. يعني رغم ان لما نيجي في حياة داود في الاول على في في سفر صموئيل الاول اصحاح 17 قصة داود وجليات، نلاقي داود بيتكلم مع جليات ان هو بيتكل على ربنا. جليات جاي متكل على قوته ومتكل على ذاته، لكن داود كان متكل على ربنا. فبيقول الكتاب المقدس في سفر صموئيل الاول اصحاح 17 من عدد 45: فقال داود للفلسطيني: انت تأتي الي بسيف وبرمح وترس، وانا آتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذين عيرتهم. والنتيجة ان داود بمقلاع واختار خمس حجارة ملساء من الوادي، اول حجر حطه في المقلاع ضرب به هذا الجبار ومات. فهنا قوة الله في الضعف تكمل، قوة الله في الضعف تكمل. وهنا طبعا كان داود في 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 قلبه وفي شهوة قلبه انه يحب ربنا ويتكل على ربنا. غالبا بعد ما الشعب استراح من الاعداء المحيطين به واستراح من الناس اللي كانوا حواليهم، بدأ الشعب كمان كده يسمح بحاجات تنتشر وسطيهم، تسمح بحاجات تنتشر وسطيهم. ويمكن من ضمن الحاجات اللي شفناها مع بعض
في سفر صموئيل الثاني صح 23، لما بيتكلم داود في وصيته الأخيرة لبني إسرائيل. والكتاب المقدس بيصف داود وصف حلو قوي، فهذه هي كلمات داود الأخيرة: وحي داود بن يسى، وحي الرجل القائم في العلا، مسيح إله يعقوب ومرنم إسرائيل الحلو. وروح الرب تكلم بي وكلمته على لساني، قال إله إسرائيل إني أتكلم صخرة إسرائيل. إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله، وكنوز الصباح إذا أشرقت الشمس كعشب من الأرض في صباح صحو مضيء غب المطر. أليس هكذا بيتي عند الله، لأنه وضع لي عهدا أبديا متقنا في كل شيء محفوظا. أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟ ولكن بني بلعال جميعهم كشوك مطروح، لأنهم لا يؤخذون بيد، ورجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح فيحترقون بالنار في مكانهم. فهنا بيتكلم على حياته، لكن في بني بلعال كانوا موجودين اللي هم الأشرار يعني. وبعد كده بيتكلم على القادة اللي كانوا في أيام داود وماذا صنعوا. هبرجع أتكلم عليهم مرة تانية، لكن الحقيقة هنا بس حابب بس أن أقول أني عندما ارتاح الشعب انتشر الخطية في الشعب بعد ما ارتاحوا، بعد ما استراحوا من الحرب مع الفلسطينيين، واختنوا بغنائم كثيرة من بني عمون، واستراحوا من الجفاف اللي حصل أكتر من 3 سنين. بدأ ينتشر بني بلعال زي ما احنا شفنا في هذا الأصحاح. فانتشار بني بلعال هو ده من أعطى لداود ان هو أو ما سرب لداود هذه الأمور إلى قلب أنه يتكل على حاجة تانية غير ربنا. وبعدها على طول وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل، فهاج عليهم داود قائلا: امضي وأحصي الشعب. داود كان متعود أنه يسأل ربنا، طب ليه ما سألش ربنا في دي؟ احنا شفنا برضو في شبهة قبل كده أن في حاجة برضو داود ما سألش ربنا عليها. لما في الجبعونيين وحب ان هو يرضيهم فلم يسأل ربنا، عندما طبعا شاول اللي هو قتل من الجبعونيين في ذلك الوقت، داود ما سألش ربنا اعمل معهم ايه عشان او حمو غضبك يقف علينا، لم يسأل داود الرب. هنا ايضا داود لم يستشر الرب مرة اخرى ماذا كان يفعل زي ما كان بيفعل قبل كده ويسأل ربنا، هنا الحقيقة لم يسأل ربنا. فعشان كده في سفر صموئيل الثاني صح 24 بيكمل: فقال الملك ليؤاب رئيس الجيش الذي عنده طف في جميع إسرائيل إسباط إسرائيل من دان إلى بئر سب، وعدوا الشعب فأعلم عدد الشعب. فعاد يؤاب الملك ليرد الرب، فقال يؤاب للملك: ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم مع الضعف. وعين سيد الملك نظرتان، ولكن لماذا يصر سيد الملك بهذا الأمر؟ الله حب ينبه داود زي ما قلت قبل كده لكن لم ينتبه، فاشتد كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش، فخرج يؤاب ورؤساء الجيش من عند الملك ليعدوا الشعب أي إسرائيل. ولما نيجي في أخبار الأيام الأول الجزء اللي قلته لكم قبل كده هنكمل مع بعض عشان نفهم ان كان هذا الامر من الشيطان لكن كان بسماح من ربنا. اخبار اليوم الاول صح 21 من العدد الاول: وقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود ليحصي اسرائيل. فقال داود ليؤاب ولرؤساء الشعب: اذهبوا وعدوا اسرائيل من بئر سبع الى دان. في صموئيل الاول اتكلم اصح 23 ان بني بلعال انتشر وسط الشعب، وبالتالي من عن طريقهم الخطايا انتشرت وسط الشعب. في اخبار الايام الاول بيتكلم مباشره على طبعا بني بلعال ان هم يعني بيعملوا حسب الكلام، ليس كلام ربنا لكن حسب الكلام الشيطاني يعني.
في اخبار اليوم الاول اصحاح 21 بيتكلم مباشره ان من اغوى داود هو الشيطان، وداود استمع لمشوره الشيطان والله سمح لداود بهذا. وقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود ليحصي اسرائيل. فقال داود ليؤاب ورؤساء الشعب: اذهبوا عدوا اسرائيل من بئر سبع الى دان، واتوا الي فاعلم عددهم. فقال لؤاب: ليزد الرب على شعبه امثالهم 100 ضعف، اليس جميعهم يا سيدي الملك عبيدا لسيدي؟ لماذا يطلب هذا سيدي؟ لماذا يكون سبب اسم اسرائيل؟ هنا صوت تنبيه لداود، لكن داود لم ينتبه. داود لم ينتبه، فاشتد كلام الملك على يؤاب. فخرج يؤاب وطاف في كل اسرائيل، ثم جاء الى اورشليم. وطبعا هنا بيكرر الكتاب المقدس نفس هو اصرار على الخطية، زي ما كان اصرار داود على الوقوع في الخطية عندما سقط في الزنا مع بتشبع وامرأة أوريا الحسي، وقتل بعد كده أوريا الحسي وأصر على قتل أوريا الحسي. أيضا كان هنا إصرار على تنفيذ هذه الخطية. وعشان كده في لما نرجع لسفر صموئيل الثاني صح 24 بيتكلم: وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب. بعد ما عمل اللي عمله افتكر ان ده غلط. طب ما انت كنت مفروض تفتكر كده من الاول، ما هو يواب قال لك كده غلط. لم ينتبه واصراره على تنفيذ الخطيه. لكن فقال داود للرب: قد اخطات جدا فيما فعلت، والان يا رب ازل اسم عبدك لاني انحمقت جدا. احيانا الله عندما يخفف بعض نتائج الخطيه على الانسان، الانسان بدل ما يتوب وبدل ما يرجع لربنا يتمادى في الخطأ. ده بالظبط اللي حصل مع داود. في زي ما شفنا وقع في خطية قتل وخطية زنا، والله عاقبه على هذا، لكن لم يكن مباشرة لنفس داود، لم يكن العقاب مباشرة لنفس داود. فده اللي خلاه ان هو يتمادى في الغلط اكتر واكتر، ورغم تحذيره آب لي لكنه لم يستمع لصوت الحق الصادر من فم يؤاب لي. وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب. فقال داود للرب: قد اخطأت جدا فيما فعلت، والان يا رب ازل اسم عبدك لاني انحمقت جدا. فقال داود لله في سفر اخبار الايام الاول اصحاح 21 نفس الكلام: قد اخطات جدا حيث عملت هذا الامر، والان ازل اسم عبدك لاني سفهت جدا. فهنا في العددين عايز يقول ان هو نفذ رغبته، وعايز يقول ان هو كان مصر على خطيته داود. يعني في الاثنين اعتراف من داود ان مفيش حد اجبره على انه يعمل كده، هو بنفسه اللي عمل هذا الامر. و بيكمل الكتاب المقدس في سفر أخبار اليوم الأول صح 27 عدد 23: ولم يأخذ داود عدته من ابن 20 سنة فمدون، لأن رب قال إنه يكثر إسرائيل كنجوم السماء. وهنا الحقيقة النتيجة اللي ربنا حطها كعقاب لداود، العقاب لداود قال له كده يعني سبع سنين جوع في صموئيل الثاني صح 24 عدد 13: فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له: تأتي عليك سبع سنين جوع في أرضك، أم تهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون ثلاثة أيام وباء في أيامك. ف ده العقاب اللي كان ربنا مجهزه لداود عن طريق صوت ربنا اللي ذهب له عن طريق جاد الرأي. لما ارجع مرة اخرى وفي سفر صموئيل الثاني صح 23 عدد 13: و آه
سوري 23 ومن عدد 6، ولكن بني بلعال جميعهم كشوك مطروح لأنهم لا يؤخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح فيحترقون بالنار في مكانهم. هنا ده المعنى اللي ذكره في صمويل الأول أصح 23. لما يرجع في أصح 24 ويلخص أن كان هذا بسماح من ربنا لداود، وعاد فحمي غضب الرب على إسرائيل فهاجر عليهم داود أمد وأحصي إسرائيل ويهوذا. وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل، فبني بلعال أشاروا على داود، ربنا داود اختمر الموضوع في ذهنه فتركوا ربنا وحمي غضب الله على إسرائيل فهاج عليهم داود. يعني ما صنعه داود مع هذا الشعب. يعني هنا لما نيجي مرة تانية، ربنا ترك داود يفعل هذا الخطأ بطريقة عدم تدخل منه، زي ما ربنا أي حد عايز يعمل حاجة ربنا يسيبه أحيانا، وفي في في بعض الأحيان الله قد لا يسمح للبعض ان هو يكمل خطيته لكي لهدف معين الله قصده في حياة هذا الإنسان. مرة تانية لنفس الشخص قد يسمح الله أو يتركه الله لينفذ الخطية بتاعته، وانتوا بتشوفوا كده مرات كتيرة في حياتكم، انك ممكن تكون رايح في مكان معين عشان تعمل خطية وربنا ما يسمح لكش انك تكمل هذه الخطية وتفعل هذه الخطية وترجع، ومرات أخرى يسمح الله أو يتركك الله فتفعل الخطية. هو إيه اللي حصل؟ هو الله يريد في كل الأحوال يقول لك إن هو موجود. في الأولانية اللي هو لم يسمح لك إنك تكمل، هو مش عايزك تقع في الخطية، عايز يقول لك أنا موجود، أنا موجود في حياتك، ما ينفعش أنت ابني تعمل كده. والمرة الثانية لما تقع في الخطية وتكمل الخطية، ربنا يقول لك ما أنا قبل كده قلت لك وقبل كده أنقذتك، ليه ما رجعتش وما نفذتش الخطية زي ما أنا أنقذتك في الأول؟ مفروض كنت تتعلم وتاخد درس منها وتاخد خبرة، وأنك أنت ما تقعش في الخطية. ده هدف ربنا في علاقاته معنا بالضبط، هدف ربنا في علاقاته معنا بالضبط. لما نيجي في الكتاب المقدس ونشوف عمل الله مع بني إسرائيل، قال لهم كده في سفر التثنية صح 30 آية 15، انظر قد جعلت اليوم الحياة والخير والموت والشر. أدي قدامك حياة أو خير، موت وشر، أنت اللي بتختار، أنت اللي بتختار. دي بس حبيت بس أشير إلى مين أغوى داود. الجزئية الثانية اللي هو هل هما 7 سنين جوع أم 3 سنين جوع، برضو في نفس الشبهة بتاعة من أغوى داود. في صموئيل الثاني أصحاح 24 على 13، فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك أم تعرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون 3 أيام هو في أرضك؟ فالآن أعرف وأنظر ماذا أرد جوابا على مرسلية. في سفر أخبار الأيام الأول أصحاح 21 على 12، إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أم مضايقيك وسيف أعدائك لديك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب وباء في الأرض وملاك الرب يغطوا في كل تخوم إسرائيل، فانظر ماذا أرد جواب لمرسلية. و7 سنين اللي هي دايما كده، لما على سبيل المثال لما جت 7 سنين جوع في مصر قبلها 7 سنين رخاء، لما بتبدأش السنين من البداية بمجاعة كاملة، لا بتبدأ سنتين كده نص نص، وبعد كده 3 سنين مجاعة متكاملة، بعد كده يبتدي المنحنى ينزل. فهنا 3 سنين اللي هي المجاعة الطاحنة اللي هو غير محتملة، يعني المجاعة الغير محتملة غير محتملة. وهنشوف الكلام ده لما في سفر اللاويين
سفر اللاويين أصحاح 25، وإذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم نجمع غلتنا، فإني أمر بركتي لكم في السنة السادسة فتعمل غلة لثلاث سنين، تعمل غلة لثلاث سنين اللي هي الستة والسبعة والسنة اللي بعديها يعني على ما يزرع، فتزرعون السنة الثامنة ستأكلون من الغلة العتيقة إلى السنة التاسعة إلى أن تأتي غلتها تأكلون عتيقا. فهنا الحقيقة الكلام بتاع الكتاب المقدس ان السنة بتبدأ من الحصاد، من ايام الحصاد ونزول المطر، يعني حصد المحصول والمطر نزل تبتدي السنة حصل. فده الفكر اليهودي. في صموئيل الثاني اصحاح 21 بيتكلم على الجبعونيين انهم في السنة الثالثة فصلى قال كده وكان جوع في ارض في ايام داود ثلاث سنين سنة بعد سنة، فطلب داود وجه الرب فقال الرب هو لاجل شاول ولاجل بيت الدماء لانه قتل الجبعونيين. وهنا الدليل سبع سنين جوع في مصر كان اصعبهم اخر ثلاث سنين، يعني هو المجاعة بتبتدي واخر الثلاث سنين دول كانوا يبقوا اصعب حاجة. في على سبيل المثال يعني سبع سنين جوع شفناهم قالهم لداود هم اصعبهم الثلاث سنين الاخرانيين. في نفس الحكاية اللي انا قلت لكم عليها بتاعة سبع سنين جوع وسبع سنين شبع في ايام يوسف، اتكلم الكتاب المقدس ان اصعب ثلاث سنين في السبع دول كانوا اصعب سنين في السبع سنين كانوا الثلاثة الاخرانيين في سفر التكوين اصحاح 41 عدد 54. وابتدى سبع سنين جوع تأتي كما قال يوسف فكان جوع في جميع البلدان وجميع واما جميع ارض مصر فكان فيها خير. ولما جاعت جميع ارض مصر وسرق الشعب الى فرعون لاجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا الى يوسف والذي يقول لكم افعلوا. وكان الجوع على كل وجه الارض وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وباع المصريين واشتد الجوع في ارض مصر. وجاءت كل الارض الى مصر الى يوسف لتشتري قمحا لان الجوع كان شديدا في كل الارض. وبعدين في ده صح فصح 47 بيكمل على 13 ولم يكن خبز في كل الارض لان الجوع كان شديدا جدا، فخورت ارض مصر وارض كنعان من اجل الجوع. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في ارض مصر وفي كل ارض كنعان بالقمح الذي اشتروا، وجاء يوسف بالفضة الى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن ارض كنعان اتى جميع المصريين الى يوسف قائلين اعطنا خبزا فلماذا نموت قدامك لان ليس فضة ايضا. فقال يوسف هاتوا مواشيكم فاعطيكم بمواشيكم اذ لم يكن فضة ايضا. فجاء بمواشيهم الى يوسف فاعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم وبالبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنه بدل جميع مواشيهم. ولما تمت تلك السنه اتوا ايضا في السنه الثانيه وقالوا له لا نخفى عن سيدي اذا قد فرغت الفضه ومواشي البهائم عند سيدي لم يبقى قدام سيدي اجسادنا وارضنا، لماذا نموت امام عينيك نحن وارضنا جميعا؟ اشترينا وارضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، وأعطي بزارا لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا. فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون إذ باع المصريين كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم فصارت الأرض لفرعون. فهنا سنين مجاعة مصر من أول أربع سنين كانت محتملة لكن بعد كده كانت غير عادية، كانوا لازم كان يعني في البداية بيبيعوا وبيشتروا معهم مواشيهم معهم قمحهم معهم فضتهم معهم حاجات بيمتلكوها. لكن في بداية السنة الخامسة انتهى كل شيء، والسنة السادسة طبعا اشتروا ببهائمهم والسنة السابعة اشتروا بأرضهم، يعني السنة الخامسة والستة والسابعة.
ايضا في سفر الملوك الثاني صح 6 من عدد 25، وكان جوع شديد في السامره وهم حصروها حتى صار راس الحمار ب80 من الفضه وربع القاب من زبد الحمام ب50 من الفضه، وكان الحصار 3 سنين. في ذلك الوقت ما عملش مجاعه، وكان جوع شديد في السامره. في سفر الملوك الثاني صح 17 من عدد 5، وصعد ملك أشور على كل الأرض وصعد الاستمرة وحصرها 3 سنين. يعني 3 سنين ما فيش حاجة، كلهم عندهم أكل وعندهم وعندهم وعندهم، لكن بعد كده لما 7 سنين لا بدأت يحسوا بالمجاعة. في سفر أخبار الأيام بيتكلم عن ال3 سنين الصعبة. سفر أخبار الأيام بيتكلم على ال3 سنين الصعبة، زي ما سفر أخبار الأيام الأول اتكلم على ال3 سنين الصعبة. يعني سفر أخبار الأيام الأول وسفر الملوك الأول أو الملوك الثاني اتكلموا على هذه السنين الصعبة، لم يتكلموا على من بداية المجاعة. الملوك الثاني اتكلم كان جوع شديد في السامرة وهم حصروها، وبعد كده بيتكلم على بقية السنين الصعبة اللي هم الثلاثة الأخرانيين. في الكتاب المقدس أيضا لما نيجي في سفر صموئيل الثاني مرة أخرى وعدد 24 عدد 13، فأتت جاد إلى داود وأخبره وقال: أتأتي عليك 7 سنين جوع في أرضك؟ أم تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك؟ أم يكون 3 أيام وباء في أرضك؟ فلا نعرف أنظر ماذا أرد جوابا على مرسلية. هنا يوضح السفر ان مجاعة الارض ستكون 7 سنين في ارض مملكة اسرائيل فقط. مرة تانية ده التفسير من خلال النص اللي احنا شايفينه. اذا خدت ان هم 3 سنين فهم 3 سنين الاخرانيين الصعبين. اذا خدتوا على المعنى اللغوي اللي هو مكتوب فيه هذا الكلام في الكتاب المقدس هناخده بهذا المعنى. ايه هو المعنى ده؟ ان هو ال7 سنين ده هيكونوا في مملكته اللي هي مملكة يهوذا. مرة اخرى تأتي عليك 7 سنين جوع في ارضك، 7 سنين جوع في ارضك اللي هي هنا مملكة يهوذا. في سفر اخبار الايام الاول بيقول كده اما 3 سنين جوع او 3 اشهر هلاك، فهنا لم يحدد الجوع ده هيكون فين بالظبط. في سفر اخبار الايام الاول اتكلم عن جوع الشعب نفسه بعد ما ينتهي المخزون وبعد ما ينتهي كل شيء. اما في سفر صموئيل الاول بيتكلم على 7 سنين جوع عامه، الناس مش هيحسوا بيها دلوقتي، يحسوا بيها من خلال السنه الخامسه. التعبيرات اللي موجودة هنا والتعبير اللي موجود هنا واضحين جدا جدا، مش محتاجين أي حاجة تانية خالص. مرة أخرى هبقى أكمل على بقية الشبهات بتاع أخواتنا. هكتفي بهذه الشبهة: من أخوة داود وعقاب ربنا لداود كان شكله إيه؟ شفنا إحنا الله بيسمح بهذه الأمور لأنه ضابط الكل، والله بيسمح بالتجارب، وزي ما احنا شفنا من الآباء اللي اتكلموا من القرن الرابع واتكلموا على سماح الله بالتجارب إما لتزكية المؤمنين أو لإصلاحهم أو إظهار مجد الله في حياتهم أو عقاب الأشرار أو كنتيجة طبيعية للخطايا الإرادية التي يصنعها الإنسان أو سماح ربنا بهذه التجارب، تدل على أن هو الضابط الكل، الضابط الكون. هو يسمح لكنه لا يؤمر بالخطية. الله يسمح لكن له لا يؤمر بالخطية. الإنسان هو اللي بيتقبل هذه الأمور. للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود الآن وكل أوان وظهر الدهور كلها أمين. أمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح. الروح والعروس يقولان تعال، من يسمع فليقل تعال، من يأتي فليأخذ ما حياة مجانا. أمين أمين أمين.